قبل انه هي مثلا في متطلبات مرات بتكون عند الرجل، مثلا عاوزها مجنونه تروح تعمل تركب عجله معاه بنص الشارع، عايزها تعمل بونجي جامب، تعمل شغلات معينه، هو نفسه يشارك مع البارتنر تبعته، تعمل حاجات يختارها كده من الاول. لا هي في نقطه ثانيه بس عايزين نتكلم فيها، معلش انا محتاجه اتكلم فيها، نقطه انه في رجاله بتخون الستات برغم انها حلوه ومهتمه بنفسها، وبيقول لك ايه بقى مش مهتمه غير بشكلها وبنفسها ومش عارفه ايه، هو عايز الست اللي هو ده اللي قلنا عليه في الاول، تمام، اللي هو بيطلب عايزه ست بيت وعايزه مهتمه بشكلها وعايزه واخده بالها من العيال وما بتخرجش وعايز مخها يكون بيرفكت وعم بدور على البيرفكت بسبب ايه بقى؟ والكمال لله وحده. ظهور اصوات نسائيه في الاعلام بقت توجه الراجل وتقول له انت ليه قابل انها ما تعملش كذا، على فكره انت لازم تعملي واحد واثنين ثلاثه، كلام غير منطقي وغير واقع على الارض الواقع، تعالي نفذي الارض الواقع، انا اخد بالي من البيت والعيال واقنن المصاريف عشان تمشي، يا اما اخد بالي من نفسي. بس انا عارف انت بتتكلمي عن ايه، انت بتتكلمي على اعلاميه بتحاول تخلي ظهر كذا حد مش شخص واحد، على فكره بتنصر الرجاله اكتر، وفي العكس جدا بقى، وبلوجرز عاديين من الناحيتين، اعلاميات وناس بتطلع على التلفزيون وبلوجرز والكلام ده كله، يعني في المجتمع عموما البلوجرز المؤثرين الناس ظلم للستات جدا على فكره في ظل ظروف، بس كمان في ظلم الرجاله، انتوا بقى انتوا الاثنين انتوا ثلاثه اولا ظالميني، انا حابب بصراحه ظالميني، استني بقى انت انت ظالمي مش مخلينا نتكلم، وانا لا انا هي اقل وحده حكت دعاء صراحه، يعني انا حابه انا قادر افهم. اضيف حاجه قبل ما تساليها السؤال اللي كانت بتكلموا على، ما خدتوش راي الراجل اللي عمالين تتكلموا على الشكل انتوا الثلاثه، الرجاله احنا كائنات فيجوال بنحب نشوف حاجات حلوه بصريه، ايوه بنحب نشوف ايه ده اول مره ترجمين لا ثاني مره اصلا دايما اللي بترجم في البرنامج مش فاهمين اللي بيحصل. فاحنا رجاله، احنا كرجاله عموما معظمنا، مش هقول احنا كلنا، مش هتكلم باسم كل الرجاله، بس احنا بنحب نشوف حاجه حلوه، فاللي بتقول مش مهم الشكل والمهم الجوهر، لا مش هيكمل الموضوع، لازم يبقى في الشكل فيه اهتمام، وبرده الراجل لازم يهتم، مش بقول بس ان الست تهتم، برافو عليك، بس احنا بنحب جدا، احنا يعني كرجاله بنحب بصريين. تسمح لي اقول لك حاجه يا عمرو بعد اذنك، الست لما بتحب بقى ما بيهمهاش الشكل اللي هي بتحبه، ما انت بتسيبه، لا احنا مش كده. طب ماشي انا هقول لك حاجه، هل انت بقى ماشي انا مش هممني شكلك، هل انت هتهتم بانك تدعم الجانب النفسي والعاطفي والعقلي وتاخدني وتطبطب عليا وما تزعليش واحكي لي يومك كان عامل ازاي وحقك عليا، عارف انك متحمله فوق طاقتك، عارف انك شايله فوق طاقتك، هل عايز تقنعيني ان في راجل هيعمل عشان ست كل ده وهي هتاثر معاه في حاجه، فيكون راجل بيكون مع الست والعكس صحيح، الا احنا في بنات كائنات لرعايه الرجل بس، حضرتك مثلا احنا دلوقتي بقينا مخلوقين عشان اسعاد هذا الكائن اللي مش مكلف نفسه لا ماديا ولا وقتيا ولا نفسيا ولا عاطفيا، عشان خاطري انا ما اعملش حاجه ولو مكلف نفسه اسعده، طب مين هيساعدني؟ طب ولو مكلف نفسه وعامل كل اللي عليه وبرده في الاخر بيلاقي الطرف الثاني مش بيديله اي حاجه من الحاجات اللي هو بيطلبها منه، يبقى من حقه يسيبها بقى، يقول لها ان انا مضطر اسيب العلاقه دي وابدا في علاقه ثانيه تديني اللي انا محتاجه وما يخونهاش. طب اوكي خليني انا احكي شغله، يعني انت مثلا هلا احنا كلياتنا عم نتفق على شغله، انت عم تحكي انه والله لازم هي تظبط بشكلها عشان هو يعجبه والعكس صحيح ولازم يهتم فيها، هم اصلا مع بعض لانه كان في بيناتهم انجذاب من اول لحظه، بغض النظر هي ممكن انت تشوفيها بشعه وهو تشوفيه بشع والعكس صحيح، هم لاقيين حالهم حلوين مع بعض، بس احنا بنحكي انه الخيانه بتصير بعد فتره من العلاقه، ليه؟ هل السبب فيها جد بس الست ولا هو طبع الرجل؟ انا هاي هي مشكلتي بكل قصه الخيانه، وبغض النظر انت بدك تخون اوكي تعال احكي معها اول مره، ما زي ما دعاء قالت ما زبطت اول مره، ثاني مره، ثالث مره، ما تخون اتركها واعمل بدك اياه. اسمحي لي اقول حاجه، ليه دلوقتي ابتدت تظهر الاتجاهات دي، مع ان زمان تعال نبص لابهاتنا امهاتنا كانت عادي، امي كانت ست طبيعيه وبتتخن وكبرت وما كانش بتهتم بالتفاصيل، ابويا كان راجل شقيان وبينزل وبيروح وبيشتغل وبيرجع، ليه كانوا شايلين بعض؟ ليه دلوقتي بقينا نقول للراجل عندك مبررات؟ انا اللي اقصده حاجه واحده، الاعلام ابتدى الاعلام، لا بس انا مش بدي انا ضد، انا شايفه ان في علاقات زمان كانت بتكمل عشان كانت الناس عايزه تكمل، الراجل بالذات هو اللي بيملك انه يخلي الاسره تكمل او لا، ما كانش في خيانه زمان، عنده القرار، ما كان في خيانه زمان، هل الخيانه دخيله؟ كان في بس ما كانش في سوشيال ميديا، ما كانش في خيانه هقول لك، انت عارفه كان بيعمل ايه الراجل وهو بره في الشغل؟ لا انا هقول لك ايه اللي كان بيحصل زمان، طول الرجوله للاسف حصل في تراجع على ايه
تقييم الرجوله، تقييم الرجوله دلوقتي اختلف عن زمان. الراجل زمان كان شايف انه بشقه وبيتعب وعايز البيت ده بيحوط عليه بكل الطرق. الطلاق عندهم كان بصعوبه جدا، كان بيجيبوا قعدات وناس تروح وناس تيجي ويعتذر لها. كان في خيانه. دلوقتي بقى في استسهال. لما تقعد تقول للراجل برغم انه مقصر، انت من حقك كذا، وتيجي حد لما يشتكي لها تقصيره مثلا فتبتدي هي الجاني ده تغطيه، فيبقى هي دي ملاك. ما فيش ست ملاك. انت قصدك ان الناس ما بقوش متمسكين ببعض بالظبط؟ انا عايز اسمع رايها في الموضوع ده. انت شايفه زمان كان في خيانه ولا لا؟ وكمان هسالكم سؤال انتوا الاثنين ولازم تجاوبوني عليه، وانت كمان لازم تجاوبي عليه. هل شايفين الزواج الثاني، يعني اتجوز واحده ثانيه، دي خيانه اصلا ولا لا؟ بس قبل ردي عليا على موضوع زمان كان في خيانه ولا ما كانش فيه؟ اكيد كان في خيانه طبعا، يعني اصل دي حاجات موجوده طول العمر، بس ما كانش في تليفونات بتتفتش، فالست ما كانتش بتعرف، ما كانش في سوشيال ميديا، ما كانش في اصلا فكره ان احنا التعارف بقى سهل قوي دلوقتي. السيد عبد الجواد السيد انظامه بالظبط. انت بتشجعيه طبعا. انا لا 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 ما بشجعش الشخص اللي هو يقهر المراه ده، لا انا بس عايزه الناس تفهم انه انا مش مع فكره قهر المراه. بس ده غالبا اللي موجود على فكره. طب لا لا بيقهرها وبيدور على النصب. لا ده ماليش دعوه، ده ملوش دعوه بالرجوله اصلا، فبلاش بنحط. بالعكس انا بشوف خنت الرجوله اصلا، يعني رؤى تمام معاكي ولا لا؟ رؤى تمام. عشان كده قلت لك مفهوم الرجوله اختلف عن زمان. الراجل بيحب، لو زمان العلاقات كانت بتنجح لانه كان بيشوفها في كل حالاتها، ويقعدوا يصوروا ناس كبار في السن. دلوقتي بقينا نقعد نبص لها ونطلع قلوب من عينينا.